وجود روبوتات على سطح الكوكب الأحمر ومركبات فضائية تحلق في مداره وفرق عمل اللي تقوم بجمع المعلومات في جميع أنحاء الكرة الأرضية، استطاع المريخ أن يزودنا بسلسلة من الأسرار المذهلة. ولكن سؤالنا هو، شو هي الإجابات اللي وصلنا إليها حتى الآن؟ كان العلماء في القرون القديمة يعتقدون أن في حضارات عاقلة موجودة على سطح المريخ، لأنهم لاحظوا وهم يرصدون بمناظيرهم الأرضية أن في خطوط تظهر من بعيد بشكل متوزع على سطحه. هذه الخطوط تشبه الأقنية أو الجداول، ولاحظوا أيضاً أن القطب المتجمد الشمالي للمريخ كان يختلف حجمه مع اختلاف الفصول. وبقية القصص عن وجود حياة على المريخ تثير خيال الناس، لين ما جت مهمة فايكينغ الأولى والثانية التابعة لناسا اللي هبطت على سطح المريخ سنة 1976 لتنفي كل هذه الأقاويل وتثبت لنا أن أغلب اللي كنا نشوفه من الأرض ما هو إلا تضاريس بفعل الطبيعة. وكانت فايكينغ أحد أعظم المهام في تاريخ البشرية بعد هبوط الإنسان على سطح القمر. ومن بعد سلسلة فايكينغ كان هناك محاولات أمريكية ناجحة لاستكشاف المريخ، مثل مسابير سيرفير وباثفايندر. سيرفير مثلاً قامت بالتقاط صور لسطح الكوكب، وبسبب الصور اللي قدمتها أصبح لدى العلماء تصوراً بوجود مياه متجمدة أما على السطح أم تحت السطح بقليل. أما بالنسبة لبعثة باثفايندر اللي وصلت المريخ سنة 1997، هبطت على سطح الكوكب مباشرةً دون الدوران حوله، وبدلاً من صواريخ الهبوط المكلفة استخدمت تقنية ذكية وبسيطة في تغليف المركبة بوسائد هوائية لتجنب الارتطام بسطح الكوكب، مثل الإيرباغز اللي في السيارة. وبعد ما هبطت المركبة خرج منها روبوت متجول لاستكشاف سطح الكوكب الأحمر. ولكن تعرفون ليش كوكب المريخ لونه أحمر؟ ببساطة إنه يوم تمت دراسة الغلاف الجوي لهذا الكوكب وتربته، اكتشفنا أنه غني كثير بمادة أكسيد الحديد الثلاثي، يعني الكوكب مصدي. كما أن العواصف اللي تهب على سطح كوكب المريخ وهي تتكرر أكثر من مرة خلال العام الواحد تعصف بهذه الرمال والأتربة اللي تغطي سطحه، فتصنع هالة حمراء حول الكوكب. بالعادة يظهر المريخ أحمر اللون في الصور، كما أنه لقب بالكوكب الأحمر. لكن بعد وصول مسبار كريوستي إلى المريخ في سنة 2012، نقل صور تظهر لنا أن غروب الشمس على المريخ لونه أزرق عكس كوكب الأرض. ليش لون السماء يكون لونه أزرق عكس الكرة الأرضية في وقت الغروب على كوكب الأحمر؟ تقول ناسا أن السبب يرجع للغبار في الغلاف الجوي، فالجسيمات تسمح للضوء الأزرق في اختراق الغلاف الجوي أفضل من أي لون آخر. من بداية تطلع الإنسان للفضاء والكون المحيط كان يتخيل أشياء كثيرة تتعلق بما يراه أو لحل ألغاز لم يستطع العلم حلها. ولكن كيف ألهم الخيال العلم؟ علاقة العلم بالخيال العلمي هي علاقة تأثير متبادل. فمثلا أعمال الإبداع الأدبي ما بتدخل فئة الخيال العلمي إلا إذا ما تعتمد على حقائق علمية، قد تكون فكرة أو حتى نظرية. وفي المقابل استفاد العلم على مدى زمن طويل من أفكار وحلول تقنية تخيلها مبدعو أعمال الخيال العلمي. فيه العديد من الأفكار اللي وردت في قصص الخيال العلمي من فترة صار الكثير منها اليوم حقيقة. فمن يصدق أن بعض التقنيات اللي ظهرت في القرن العشرين كمظلة الهبوط من الطيارة والمروحية وحتى الدبابة
توجد في رسمات الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر؟ أو من منكم تخيل أيضاً أن الأجهزة الدقيقة كالكاميرات المثبتة في النظارات وأجهزة الاستشعار تم تخيلها في سلسلة ستار تريك في ستينات القرن الماضي؟ حتى فكرة اتصال الفيديو اللي كانت في هذاك الوقت خيال علمي صارت اليوم حقيقة وكلنا نستخدمها. الخيال العلمي ما حرق فقط فضول الناس، بل أيضا العاملين في قطاع العلوم والتكنولوجيا اللي يعملون ويبحثون عن طرق لتجسيد هذه الأفكار والتقنيات الخيالية. مثلا أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية إيسا في بداية القرن الحالي دراسة للبحث عن أعمال خيال علمي من الكتب والأفلام والرسوم المتحركة وأيضا أفكار للتقنية قابلة للتحقيق، وتم جمع حوالي 250 فكرة. واليوم في كثير من التقنيات صارت حقيقة وكانت فقط مجرد خيال مذكور في القصص، مثل روبوت اسمه روبونوت اللي ابتكرته ناسا بالتعاون مع شركة جنرال موتورز للسيارة، وهو حاليا موجود في محطة الفضاء الدولية. ومن المواضيع والأفكار اللي تم تناولها بعدد كبير من المؤلفات هو استيطان الكواكب، ويقدم التاريخ الطويل للخيال العلمي الكثير من الأفكار في هذا المجال، ومنها فكرة استصلاح كواكب لجعلها ملائمة للعيش، وهي فكرة تم طرحها في سنة 1917 من قبل المؤلف إدغار رايس بوروس في كتابه أميرة المريخ، يوم يتخيل فكرة إنشاء مصنع للغلاف الجوي ينتج مكوناته ويحافظ عليها ويمكنها من العيش أيضا. واقترح الكاتب آرثر سي كلارك في الخمسينيات من القرن الماضي في قصة رمال المريخ رفع درجة حرارة الكوكب عن طريق تحويل قمر فوبوس من خلال تفاعل نووي، يعني تحويله إلى مدفأة كبيرة للكوكب. وأغلب هذه الأفكار يتم دراستها من خلال العلماء كنظريات لاستصلاح المريخ تمهيداً لسيطانة من قبل البشر. العلاقة بين الخيال والعلم قديمة، ولكن الجميل أن نحن قدرنا بالعلم نغير الخيال إلى واقع، والتطور اللي نعيش اليوم هو أكبر دليل على نجاحنا في هذا الإطار. خلونا نقارن ببساطة. أيام زمان كانت الرسائل تأخذ شهور لتوصل من مكان لمكان، بس حاليا الرسائل توصل في ثواني، مش فقط من بلاد لبلاد، بل إنما أيضا تروح الفضاء وترجع. كل ما نعمله لتحقيقه في مجال الفضاء وخاصة لاستكشاف المريخ يعتبر حلما للبشرية ومصدر خيال، لأن إصرارنا على تحقيق هذا الحلم ما يسمح أن نتوقف قبل ما نوصل للهدف المرجو، وحالياً هدفنا هو الكوكب الأحمر. ولكن قبل ما نترككم بنسألكم سؤالين: هل نحن على الطريق الصحيح؟ هل ما توصلنا إليه يكفي أن ننتقل إلى مرحلة جديدة؟